شهد المسرح اليوناني بالمنطقة الخضراء بشرم الشيخ جلسة نقاشية بعنوان حياة كريمة بين مفهوم حقوق الإنسان وأجندة مكافحة التغير المناخي، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ COP27. وركزت الجلسة على عدة محاور أساسية شملت دور مؤسسة حياة كريمة في دعم حقوق الإنسان وربطها بمواجهة التغيرات المناخية من خلال تطوير القرى الصديقة للبيئة والاهتمام بملف الأمن الغذائي والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا. النهارده شايفين مبادره حياه كريمه اللي بتمثل اهميه كبيره بالنسبه للدوله المصريه، مشروع عملاق بتنفذه الدوله المصريه لخدمه سكان المناطق الريفيه اللي ما كانتش بتشعر بالمعدلات التنميه الاقتصاديه اللي بتحدث على ارض الوطن في فترات زمنيه سابقه. النهارده هذه المبادره مخصوص لدعمهم وتمكينهم وتعزيز من قدراتهم. الدوله مخصصه 700 مليار، وسياده الرئيس قال ان ممكن توصل لتريليون 100 ألف مليار يعني جنيه لخدمه هذا القطاع. النهارده تم الحديث على اهم المحاور في جلسه حياه كريمه. استعرضنا دور المشروع القومي حياه كريمه في الحفاظ على حقوق الانسان ومواجهه التغيرات المناخيه. في نفس ذات الوقت اتكلمنا عن تاثر الامن الغذائي بالتغيرات المناخيه ودور حياه كريمه في تخفيف هذا الاثر. الهدف الرئيسي من الجلسه النهارده ان احنا بنوحد كافه الجهود بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي والمنظمات الدولية وحتى برضو المتطوعين في مناقشة ازاي مشروع قومي حياة كريمة ليه دور لمكافحة قضية التغير المناخ، وطبعا بالاضافة للمشاريع الخضراء اللي تم تنفيذها داخل الكرة الاكثر احتياجا. واهم محور احنا بنركز عليه هو الجزئية المختصة ببناء الانسان وازاي ان احنا ننشر الثقافة الخضراء على مستوى الجمهورية علشان نبتدي نحول الفكر المواطن ان ازاي يحافظ على المشاريع والخدمات والموارد المتاحة حاليا ويبقى ليها استدامة. المفروض ان شرم الشيخ بتستضيف الكوب علشان تزود الوعي البيئي بالنسبه للناس وبتحاول تحد من التغير المناخي بصفه عامه. دي كانت اهم النقط اللي احنا كنا عايزين نخرج بيها او اهم المخرجات اللي احنا كنا بنترجتها في المؤتمر، ان احنا نعلي الوعي البيئي عامه بالنسبه للناس، نعرفهم ان البيئه مش هي بس المخلفات والحاجات اللي موجوده على جنب، لكن هي كمان هي كل البيئه اللي احنا عايشين فيها، هي الهواء اللي بنتنفسه والميه اللي بنشربها وكل حاجه.